بتميز الزامل في الإنارة الخارجية بحاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي الستريت لايتنج، إنارة الشوارع أو إنارة الطرق، متميز بمجموعة من الكشافات. يعني الوحيد اللي موجود عنده كشافات ستريت لايتنج بكل القدرات والمواصفات اللي موجودة دي، قدرات عالية لتغطية مساحات كبيرة وأوسع. تمام، إن أنا أقدر أحرك الكشاف في جميع الاتجاهات، عدسة عشان أعمل عملية التركيز للضوء، عدسة عشان أقلل الجلير أو الوهج. طبعا بيستخدم في الأجواء السعودية درجة حرارة 50، بيستخدم في أعمدة الإنارة المرتفعة، استهلاكه للكهرباء أقل من كشافات الهالوجين ب 15%. ده اللي هو السولار ستريت لايتنج، اللي هو في إنارة الطرق. في عندي درجات ألوان مختلفة، 3000، 4000، 5700، 6000، ده كله عبارة عن السي سي تي. بعد كده الاي بي بتاعه طبعا ده خارجي بيبقى 66، في عند السي ار اي، تمام، السي ار اي 80، في عند البيم انجل بقدر اعمل كذا بيم انجل، واللومينس بتاعه او اللومن عبارة عن 140 لومن بير متر، والفولت بيشتغل على 110 و220، 50000 ساعة، في منه 50 وات و100 وات و150 وات و200 وات و300 وات.